شو بدك؟ فكرت بالعرض اللي قدمتيه. رح اتزوجك. لو ما حكيت مع إليف امبارح ما كنت رضيت. إذا كان هيك أو لا شو الفرق يعني؟ شو نعمل هلا؟ ما رح نعمل شيء، وهلا رح تروح مثل ما اجيت. وبعدين انتهت مدة العرض لأنك تركتني لحالي امبارح بهالطريقة. ليش لساتك واقف؟ أنا آسف لأني تركتك لحالك. تأخرت بالاعتذار كمان. تمام، بما أنه الموضوع هيك والعرض صار ما عاد مستمر، يلا باي. أنت دائماً هيك بتتراجع بسهولة؟ صباح الخير خالتو إليف. صباح الخير حبيبي. تعا بس لا تفيق أبوك. تعال نشوف. رح يبرد بابا خالتو إليف. تمام أنا بغطي. اليوم رح جهز لك البيض مع الخبز بإيدي مثل ما بتحبه. بس انتي منعتيني عن البيض والخبز، كنتي تقليلي بيرفع الكوليسترول. ايه صح حبيبي، بس هذا الشيء إذا أكلته كل يوم. لا تتعبي حالك حبيبتي، بتجهزيه آخر الأسبوع وناكله وقتها. تمام. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صراحة كتير حلو نشوفكن هيك والله، خصوصاً بعد الشيء اللي صار مبارح بنادي اليخت. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكن من الحسد والعين. ليش شو صار بالنادي مبارح؟ زوجي طاهر ساعد صبية صغيرة كان بدها مساعدة. انت بتحب الخير كتير بابا، وتون جاي مثلك تماماً. الأب وابنه أجوا من الجنة. منتي بيقوم عم فكر عرضك على دكتور نفسي عن جد لازمك. ايه منحل هذا الموضوع بعدين بابا، مبارح حددت للماما مبلغ الطلاق، هذا المبلغ زاد شوي. 6 مليون دولار. 6 مليون دولار؟ ايه كل يوم عم بيزيد بابا، برأيي تستعجل احسن. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير. اهلين ابني. بتقدري تقعدي هون إليف خانم؟ تعالي يا روحي. فيني أعرف امبارح ليش ما أجيت لعندي يا زوجي المحترم؟ كان بدي نام مع قبلي لأني كنت حابب هالشي. تمام؟ تمام أكيد حياتي. إيه سبب معقول كتير، بحترم قرارك. وانتي وين كنتي مبارح بالليل يا ست إليف؟ شو هالسؤال بيقوم خانم؟ كنت بغرفتي. آه كأني شفتك مبارح راجعة متأخرة مع تونجاي، ولا يمكن كان هذا الشيء بمنامي. ايه يمكن عم بحلم. بكفي ها؟ خلونا ناكل الفطور ونحن رايقين لو سمحتي. كول. سينيم وينها؟ الست سينيم طلعت من الصبح بكير سيد طاهر. شكرا. خبرتك لوين رايحه هي؟ لا والله يا طاهر ما قالت لي، ما بعرف لوين راحت. اسمحوا لي انا. خالتو إليف وين رايحة؟ حاسة بدي استفرغ شوي وبرجع. روح انت كمان معها يا زوجي، إذا استفرغت هلأ أمسك لها شعرة. روح ساعدها. Yeah.
إليف؟ أنت منيحة؟ لا لا، مو ممكن، ما لازم يصير هالشي، مستحيل. إليف؟ أنت منيحة؟ بدك أخذك على الدكتور شي؟ أنا منيحة سيد تونجاي. استفراغ وشرود وفوق التوتر كمان، ممكن تكون مثل ما خطر لي. لا معقول هالبنت حامل ماما؟ ولا شو رأيك بابا حبيبي؟ كمان حفيد مو شرعي تاني؟ بكفي لو سمحتي بيكم، عم قل لك ارجعي لعقلك بقى. هذا شو عم يعمل ببيتي؟ سبيل، شو عم يعمل هذا الرجال ببيتي؟ سبيل رح تشرح لك سيد طاهر. بصراحة كنت عم فكر بالشي اللي قلتوه كل هالمدة ونصيحتكم كل هالسنين. أنا ماني عايشة بطريقة بتليق بعائلة كور أصلاً. أنا عايشة لحالي ببيت تاني، وكمان مالي متزوجة، ما عندي بيت وعائلة، وفوق منهم كمان غلطت وفضحتكم بحادثة أنطاليا يلي وسخت اسمكم، يعني توسخت اسم العيلة، وكل هذا بسببي. لهالشي رح عيش مثل ما بدكن من اليوم ورايح. قررت اتزوج وجيب أولاد. سيبيل؟ عن جد عم تحكي؟ هذا الشي حلو كتير، بس فهميني الرجال شو عم يعمل بنص صالوني؟ رح عرفكن على هالشخص، هذا زوجي المستقبلي. أنا وإيرهان رح نتزوج. سيد طاهر، من بعد إذنك، تعرف إنه أنا مالي أي حدا، تقدر تقول إني يتيم تقريباً. لو تخبرني بوقت يناسبك لجيب ورد وشوكولا وإجي أطلب إيد بنتك من حضرتك. أنا رح أقتلك، رح أقتلك يا ندل. طاهر بترجاك إهدى. بابا تركيني طاهر. تركيني شكراً، تركيني وجاي أطلب إيدك كمان. بابا إهدى، عود من بابا. بيتي إهدى بابا، إهدى. تركيني، ما رح أسمح بهذا الزواج، ما رح أسمح لك تتزوجي لو عجزتي، ما رح أسمح له بلوب. سبيل، كأنه أبوك مو منيح، خلينا نجيب له شي دكتور. وعم يتمسخر كمان، عم يتمسخر. طيب بابا 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 عود، لزقت بعيلتنا أنت مثل الدبقة؟ يلا طلع لبرا، يلا. سبيل، يلا نمشي؟ نمشي إذا بدك. يلا انتبهوا على حالكم. يلا امشي.